إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يعلن من يثرب الحرب على الفساد ويؤكد انتهاء زمن الابتزاز. قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية إسباقية لتطهير المناطق الحدودية مع كركوك وديالة من الإرهاب. الدوائر الأمنية والصحية في صلاح الدين تتابع تنفيذ قرار حظر التجوال، وبيجي تبدأ حملة تلقيح ضد فيروس كورونا. ورفض برلماني لتمرير الموازنة بشكلها الحالي، وتوقعات نيابية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، والصحة قلقة من زيادة خطر كورونا. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.